احنا هون. كيف بدنا نطفي هالحريقة؟ بنلاقي طريقة. يلا اسرع، خلينا ندور على طفاية الحريقة بسرعة. عمر انا لقيت طفاية. عمر نحن ما عم نسمع تقول اي شيء. عمر احنا هون. عمر اسيا ما عم نسمع صوتك. نحن هون. هات صوت عمر. قرب قرب قرب. آسيا نحن اجينا. آسيا يلا. آسيا تعال. عمر آسيا تعال. آسيا يلا خلاص لا تخاف. جيبوا الطفاية لهم. ولا يهمك آسيا، لا تخافي رح تكوني بأمان. امشي دروك. إن شاء الله ما حدا منهم يصيبه شيء. أوف لا تخافي إبك، ما حدا منهم رح يصيبه شيء. خلاص أخي آسيا. آسيا هاتي هاتي لشوف. امسك هاد غطية. انتبه. يلا غطية منيح. هي منيحة آسيا؟ هي منيحة. تعال عمر عد هون. غطيها منيح بلا ما تاخذ برد. آسيا آسيا. عمر ألف الحمد لله أنه أنت منيح. عمر آسيا منيحة. آسيا منيحة. رح شوفها. إيه آسيا منيحة منيحة لا تقلق. آسيا آسيا فتحي عيونك. آسيا أنت عم تسمعيني؟ آسيا آسيا يلا عمر انت حاول انك تاخد نفس. هنن عم يهتموا بآسيا ما تشغل بالك. الحمد لله نفذته. عمر انت منيح هلا؟ منيح منيح. يقطع عمره النفذ هالمرة كمان. قدروا يتخلصوا من الفخ اللي وقعتهم فيه. أنا تلطف فيكي بنتي نفدتي من الموت. ابني أوجان مشان الله فهمني كيف صار هيك؟ كيف احترق المكان وكان ولاد عمك رح يموتوا؟ والله ما منعرف شي بابا، كانت كل الأمور طبيعية. أنا بعرف مين اللي سواها. أنت اللي عملتها يا حقير. وقف. هذا أنت مو هيك؟ عمر بدك تنتقم منا؟ حاولت تحرقنا ونحن عايشين. عمر, عمر. يلا احكي انت اللي سويته. عمر لك لا تضل ساكت. طول بالك روق. خلص تركني. لك وقف. لك شو انت مجنون يعني؟ ها روح على شغلك. يلا اسمع اذا بيصير شيء لآسيا لموتك بايدي. عمر حقت لك يا حقير. خلص اهدى شوي. ما حدا رح يقدر يخلصك. عمر ادري انه لآسيا ما يصير لشي. خلص عمر اهدى لا تسوي هيك. تركوني. دول قال لي شعل النار. انت ليش شعلت النار يا واطي؟ انت اللي ساويتها؟ شو مفكرني مجنون؟ انتو مرضى نفسيين. لو انا اللي شعلت النار كنت ضليت جوا مفكرني مجنون؟ ايه مزبوط انت مجنون. انتو عنجد كلياتكن مرضى نفسيين.
دائما بتوقعوا حالكم بمصايب وبتجوا بتتهجموا علي. شوفوا هالحالة اللي انتو فيها. انت واحد حقير عمر، اهدى انت وصلك طبيعي انك تساويها. متأكد انه ما حدا غيرك اللي عملها، انت عملتها. بكفي عمر، عديم القصر. عمر خلص اهدى شوي، ما انا مليت كتير. خلص عمر روق. عمر، آسيا فتحت عيونه. آسيا بنتي، آسيا أنت منيحة؟ هالمرة ما قدرت عاقبك يا عمر الصغير، بس استنى يا حقير، رح يجي اليوم اللي عاقبك فيه ورح دفعك الثمن. الحمد لله على سلامتكم. وكن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.